شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في حفل إطلاق إربد عاصمة الثقافة العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي أقيمت برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. وبهذه المناسبة أشادت معاليها ببرنامج عواصم الثقافة العربية الذي تقوم عليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو، والذي يعزز مكانة المدن وما تكتنزه من تراث مادي وغير مادي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. هنا إربد، حيث الحضارة والتاريخ، تنوع جغرافي توجه لتستلم الراية من بيت لحم وتكون عاصمة للثقافة العربية هذا العام. تتويج حرصت معالي الشيخة مي الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار حضوره، مؤكدة الدور البحريني والأردني في تنمية ونشر الثقافة عربياً وعالمياً، ومن جانب آخر لقاءات حكومية عززت متانة العلاقة بين البلدين. وجود الشيخة مي اليوم معنا والشيخة هلا يعني لنا الكثير، يعني لنا لأنه إحنا بالنسبة لنا كل ما قدمته الشيخة مي من مشاريع استثنائية في مملكة البحرين نتعلم منه، نشعر أنه كان مصدر إلهام لنا في الأردن كما هي إربد مصدر إلهام للعالم العربي. احتفال عاصمة الثقافة العربية هذا العام ركز على الإبداعات الأردنية، مشيداً بدور الشباب في نشر ثقافات بلادهم، إضافة إلى التنوع الحضاري الذي تعاقب على أرض عروس الشمال إربد كما يطلق عليها. أما هنا فكان للوحات الفنية والاستعراضية نصيباً في رسم الخريطة الثقافية والترويج لها. هذا الحدث اللي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من 1996، وكانت عمان عاصمة الثقافة العربية 2002، مررنا على كل عواصم دولنا العربية تقريبا أو جلها، وبالتالي هذا الحدث يأتي في إطار إحياء الثقافة العربية وإعطاء لكل مدينة عربية ما تستحق من مكانة داخل الثقافة العربية. لقب جديد يضاف لإنجازات الثقافة الأردنية، هكذا احتفلت إربد بثقافات البلاد من شرقها لغربها حتى جنوبها لتستقر على أرض الشمال. على رأس خريطة الأردن، تزينت عروس الشمال إربد بتتويجها عاصمة للثقافة العربية وسط حضور رسمي وشعبي ومباركة بحرينية أكدت على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. من محافظة إربد شمال العاصمة عمان، آية السيد، تلفزيون البحرين.